اللهم داحي الكعبة وفالق الحبة وصارف اللزبة وكاشف كل كربة، أسألك في هذا اليوم من أيامك التي أعظمت حقها وأقدمت سبقها وجعلتها عند المؤمنين وديعة وإليك ذريعة وبرحمتك الوسيعة أن تصلي على محمد عبدك المنتجب في الميثاق القريب يوم التلاق، فاتق كل رد وداع إلى كل حق وعلى أهل بيته الأطهار والهداة المنار دعائم الجبار وولاة الجنة والنار، وأعطنا في يومنا هذا من عطائك المخزون غير مقطوع ولا ممنوع، تجمع لنا بالتوبة وحسن الأوبة يا خير مدعو وأكرم مرجو، يا كفي يا وفي يا من لطفه خفي، ألطف لي بلطفك وأسعدني بعفوك وأيدني بنصرك، ولا تنسني كريم ذكرك بولاة أمرك وحفظة سرك، واحفظني من شوائب الدهر إلى يوم الحشر والنشر، وأشهدني أولياءك عند خروج نفسي وحلول رمسي وانقطاع عملي وانقضاء أجلي. اللهم واذكرني على طول البلاء إذا حللت بين أطباق الثرى ونسيني الناسون من الورى، وأحللني دار المقامة وبوئني منزل الكرامة، واجعلني من مرافقي أوليائك وأهل اجتبائك واصطفائك، وبارك لي في لقائك، وارزقني حسن العمل قبل حلول الأجل بريئا من الزلل وسوء الخطر. اللهم وأوردني حوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله، واسقني منه مشربا رويا صائغا هنيئا
لا أظمأ بعدا ولا أحلأ بردا ولا عنه أضاد واجعله لي خير زاد وأوفى ميعاد يوم يقوم الأشهاد اللهم غل عن جبابرة الأولين والآخرين وبحقوق أوليائك المستأثرين اللهم واغصم دعائمهم وأهلك أشياعهم وعاملهم وعجل مهالكهم واسلبهم ممالكهم وضيق عليهم مسالكهم والعم مصاهمهم ومشاركهم اللهم وعجل فرج أوليائك واردد عليهم مظالمهم وأظهر بالحق قائمهم واجعل لدينك منتصرا وبأمرك في أعدائك مؤتمرا اللهم احفظه بملائكة النصر وبما ألقيت إليه من الأمر في ليلة القدر منتقما لك حتى ترضى ويعود دينك به وعلى يديه جديدا غضا ويمحض الحق محضا ويرفض الباطل رفضا اللهم صل عليه وعلى جميع آبائه واجعلنا من صحبه وأسرته وابعثنا في كرته حتى نكون في زمانه من أعوانه اللهم أدرك بنا قيامه وأشهدنا أيامه وصل عليه واردد إلينا سلامه السلام عليه ورحمة الله وبركاته.